الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي: باب قدر أصوات التعزير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى. أحمد بن عيسى الطباع من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب، وهو مفخرة المصريين، الفقيه الثقة الثبت النبيل من المالكية. قال أخبرني عمرو، وهو أيضا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن بكير بن الأشج. عن بكير، هو عن بكير أم سليمان؟ قال بين عن بكير أم سليمان؟ نعم، عن بكير بن الأشج، أيضا من الثقات من الرجال الصحيح. قال بين نحن عند سليمان بن ابن يسار. سليمان بن يسار روى له الجماعة. نعم. إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر. عبد الرحمن بن جابر قال فيه النسائي ثقة، وقال العقيلي ثقة، وهو من الثقات من الرجال الصحيح. الضابط عند العلماء قالوا من روى له أصحاب الصحيح البخاري أو مسلم فقد جاوز القنطرة، وإن كان بعض الكلام قد يرد على بعض العلماء الرواة في الصحيح، ولكن أكثر الكلام الذي جاء في رواة في رواة الصحيحين فهذا الكلام كان مطروحا، ليس لم يكن قولا فصلا في تضعيف بعض الرواة. ولذلك الحافظ ابن حجر فصل كثيرا في الرواة الذين تكلموا فيهم في صحيح البخاري، ولنا شرح طويل في هذا الباب موجود في النت، فضل الله رفع علاه. إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه، فأقبل علينا سليمان فقال حدثني، هو سليمان بن يسار، نعم، فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، نعم، عن أبي بردة رضي الله عنه، عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله. نعم، هذا حديث عظيم جدا يثبت لنا أن هناك فرق بين الحدود وبين التعزيرات أو التعزير. التعزير هو شرع للتقويم والتأديب والتهذيب، شرع التعزير للتقويم والتهذيب والتأديب، وهو لولي الأمر الذي يؤدب بذلك وينظر فيه نظر المجتهد، ولا يصل به إلى حد عند قول جمهور العلماء. أدنى الحدود، لو قلنا أدنى الحدود 40 فلا يصل بالتعزير إلى 40، وهذه فيها يعني خلاف بين العلماء سنأتي إليه إن شاء الله. الآن العلماء اختلفوا في مسألة التعزير، هل يزاد على الحد أو لا يزاد على الحد، أو الأصل أن يقف فيه عند 10 أصوات، على أقوال ثلاثة. القول الأول قول أبي ثور رضي الله عنه أرضاه، ومن قال بقوله الكلبي، قال التعزير لا يزاد فيه عن 10 أصوات، التعزير لا يزاد فيه عن 10 أصوات، واستدلوا على ذلك بظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزاد على الحد، لا يزاد في التعزير عن 10 أصوات، أو قال لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله جل في علاه، يعني أكثر من ذلك يكون حدا، أما أن يعزر ف10 أصوات. وقالوا نقف عند ظاهر الحديث، لا سيما وأن الأصل عدم العقوبة، ولا سيما أن الأصل أن العبد المؤمن المسلم محترم. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس عنه. فاحترام الإنسان بدمه وماله وعرضه أصل من أصول شرعنا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، ماله دمه وعرضه وماله. فقالوا إذن لا يزاد عن 10 أصوات. القول الثاني قول الشافعية والحنابلة، قالوا يزاد عن 10 أصوات، لكن لا يبلغ به أدنى الحدود، وأدنى الحدود عندهم هو حد الخمر، كم؟ 40، حد الخمر 40، فقالوا له أن يضربه، له أن يجلده فوق 10 أصوات إلى أدنى الحد، وهو يعني يصل إلى 40. القول الثالث هو قول المالكية، وقالوا بأنه له أن يزيد على الحد أو على 40، واستدلوا على ذلك بأدلة، أولها وأصلها الأصيل أنهم قالوا إن عمر بن الخطاب قد جلد في الخمر فوق 40، جلد إلى 80، ولذلك علي بن أبي طالب قال جلد رسول الله 40، جلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، قال والأربعون أحب إلي. فهنا العلماء قالوا إذن الزيادة كانت من عمر زيادة تعزيرية من السياسة الشرعية، فقالوا إذن له أن يفعل ذلك. بل مالك
قال بأن التعزير يصل إلى الموت إلى القتل ويصل إلى التحريق. والحق في هذا القول الوسط بين القولين وهو قول الشافعية والحنابلة، وقالوا التعزير يصل أقصى حد يصل فيه المرء في التعزير إلى أدنى الحدود، وهذا الراجح الصحيح لنص قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله جل في علاه. وإلا فإننا نقول لو أبحنا لأحد أن يقيم أن يعزر أحدا وقع في الصغيرة مثلا أو في المعصية التي لم يكن لها حدا مضروبا لم يحد الله لها حدا مضروبا في الكتاب أن يصل بها إلى القتل أو يصل بها إلى الحبس الطويل مثلا، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لو قلت زيد قبل هندا أو زيد نظر لامرأة أو تكلم معها بكلام خارج، فإذا قلت أن التعزير يصل إلى فوق الحدود ستكون العقوبة أضخم بكثير من إيش؟ من المعصية التي وقع فيها، وهذا ليس من أصول الشرع وليس من عدل الشرع. نحن قلنا أن من الفوائد المهمة عظم العقوبة عظم العقوبة مرتبة على عظم المعصية على عظم الجرم، فكلما كان الجرم أقل كلما كانت العقوبة أقل. وبهذا نكون قد انتهينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.